بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طلاب الصف السادس، يعطيكم العافية جميعا. درسنا اليوم عن أعمال الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. خلينا نذكر مع بعض يا مس، من هم الخلفاء الراشدين؟ هم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نبدأ بدرسنا وهو أعمال الخليفة أبي بكر الصديق. قام الخليفة أبو بكر الصديق أثناء توليه الخلافة بالعديد من الأعمال الهامة في تنظيم أمور الدولة. إذا عندما تولى الخلافة وأصبح خليفة على المسلمين، فقام الخليفة أبو بكر الصديق بالعديد من الأعمال الهامة في تنظيم أمور الدولة. وأول عمل قام به بعد توليه الخلافة هو تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أول عمل قام به أبو بكر الصديق بعد توليه الخلافة هو تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الأعمال التي قام بها أبو بكر الصديق، أولا إرسال جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه. خلينا نشوف يا مس كيف أرسل أبو بكر الصديق جيش أسامة بن زيد. أرسل الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيش أسامة بن زيد إلى بلاد الشام لقتال الروم. إذا أرسل جيش أسامة بن زيد، هذا تنفيذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إرسال جيش أسامة بن زيد إلى بلاد الشام لقتال الروم. فخرج الصديق يودع الجيش بنفسه، إذا خرج يمس عشان يودع الجيش. وأوصى القائد وهو أسامة بن زيد بمعاملة أهل البلاد معاملة حسنة، وقد تمكن الجيش الإسلامي من تأمين الحدود وتحقيق الانتصار على الروم. إذا جيش أسامة بن زيد يمس حققوا الانتصار على الروم، ثم عاد الجيش لينظم لجيوش المسلمين في قتال المرتدين. إذا عاد الجيش عشان ينظموهم يمس، ينظموا الجيش المسلمين في قتال المرتدين. خلينا نشوف يمس من هم المرتدون وما هي حرب المرتدين. حرب المرتدين، تعرض الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خطر كبير، تمثل في حركة تسمى حركة المرتدين. من هم المرتدون؟ المرتدون يمس هم الذين امتنعوا عن دفع الزكاة، ومنهم من ادعى النبوة. إذن هم يمس امتنعوا أو ارتدوا عن دفع الزكاة، ومنهم من ادعى النبوة، إنهم ادعوا، في منهم يمس ادعوا إنهم نبي، إن هو نبي، منهم من ادعى النبوة. هذول هم يمس مين؟ المرتدون. فاتخذ الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه موقفا حازما من المرتدين. إذا اتخذ موقف حازما من المرتدين، ورفض رأي من قال بإعفاء هؤلاء المرتدين من دفع الزكاة. إذا رفض أي رأي من قال بإعفاء، أنه يعفو يمس هدول المرتدين من دفع الزكاة. فجهز أبو بكر الصديق الجيوش وأرسلها إلى القبائل التي ارتدت أهلها. إذا أرسل، جهز الجيوش وأرسل هذه الجيوش إلى القبائل التي ارتد أهلها. وقد أوصى الجيوش بمراعاة أداب الحرب في الإسلام، إنه يجب أن يراعوا أداب الحرب في الإسلام. وقد نجحت الجيوش الإسلامية في مهمتها، ورجعت القبائل المرتدة إلى الإسلام. إذن رجعت القبائل المرتدة إلى الإسلام، وتوحدت شبه الجزيرة العربية من جديد، وانتشر الإسلام فيها، مما مهد لحركة الفتوحات الإسلامية. الآن بدأت عنا يمس حركة الفتوحات الإسلامية، فتحوا العديد من أماكن الفتوحات الإسلامية. منها يمس رح نعرف ما هو اسم القائد والمكان الذي أرسل إليه من أجل الفتوحات الإسلامية. أولا عنا يزيد بن أبي سفيان، اللي هو عنا دمشق، أبو عبيدة عامر بن الجراح حمص، عمرو بن العاص أجنادين، شرحبيل بن حسنة الأردن. إذن اسم القائد والمكان الذي أرسل إليه. ثالثا من أعمال أبو بكر الصديق يمس جمع القرآن الكريم. إذن من أعمال أبو بكر الصديق، الأعمال التي قام بها، جمع القرآن الكريم. استشهد عدد كبير من حفظة القرآن الكريم في حروب الردة. إذن استشهد يمس عدد جدا كبير من حفظة القرآن الكريم في حروب الردة. فأشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن الكريم بعد أن كان محفوظا في صدور الصحابة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومكتوبا على قطع الجلد وجريد النخل. فأشار عليه عمر بن الخطاب على أبو بكر الصديق أن يجمع القرآن الكريم. فأمر الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه زيد بن ثابت، وهو أحد كتاب الوحي. إذن زيد بن ثابت يمس هو أحد كتاب الوحي، وبعض من الصحابة بجمع القرآن الكريم. فقام الصحابة يمس وجمعوه وأودعوه عند حفصة
بنت عمرو زوجة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أودعوه يمس يعني حطوه أو حفظوه عند حفصة بنت عمرو زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا أيضا يمس من أعمال أبو بكر الصديق الفتوحات الإسلامية. إذا عنا الفتوحات الإسلامية. أرسل الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيوشه بعد النصر الذي أحرزه المسلمون على المرتدين. إذا يمس المسلمون انتصروا على المرتدين، فأرسل الخليفة أبو بكر الصديق جيوشه بعد النصر الذي أحرزه المسلمون على المرتدين إلى بلاد الشام والعراق. إذا أرسل الجيش إلى بلاد الشام والعراق لتخلصها من سيطرة الروم والفرس. إذا كانت يمس الروم والفرس مسيطرة على بلاد الشام والعراق، فأرسل أبو بكر الصديق جيشا كبيرا لتخليص بلاد الشام والعراق من سيطرة الروم والفرس خارج الجزيرة العربية، وتأمين الحدود من خطر الدولتين. إذا كان يمس في عنا خطر الدولتين اللي هي الدولة الساسانية والدولة البيزنطية، تأمين هاي الحدود من خطر الدولتين اللتين كانتا تسيطران على بلاد الشام والعراق. هاي هي يمس الفتوحات الإسلامية. وفاته، كيف توفي الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ مرض الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وتوفي في عام 13 هجري، ودفن في حجرة ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وعمره 63 عاما. إذا مرض الخليفة أبو بكر الصديق، توفي في عام 3 هجري، دفن في حجرة ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 63 عاما. هاي وفاته يامس. خلينا نحل أسئلة الدرس. السؤال الأول، أذكر الأسباب التي أدت إلى قيام حروب الردة. لأن المرتدين رفضوا طاعة من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم، وامتنعوا عن دفع الزكاة، ومنهم من ادعى النبوة. السؤال الثاني، ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة. ألف، دامت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 2 و3 أشهر، صح. ب، تردد أبو بكر الصديق رضي الله عنه في محاربة المرتدين، خطأ. جيم، كلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسامة بن زيد بجمع القرآن الكريم، خطأ. دال، دفن الخليفة أبو بكر الصديق في حجرة ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، صح. ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة. ألف، دامت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 2 و3 أشهر، صح. ب، تردد أبو بكر الصديق رضي الله عنه في محاربة المرتدين، خطأ. جيم، كلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسامة بن زيد بجمع القرآن الكريم، خطأ. دال، دفن الخليفة أبو بكر الصديق في حجرة ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، صح. السؤال الثالث يا مس، نقرأ السؤال. ما هدف الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه من إرسال الجيوش إلى بلاد الشام؟ هدف الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه من إرسال الجيوش إلى بلاد الشام هو نشر الإسلام وتوسيع حدود الدولة الإسلامية. السؤال الرابع، أكمل الجدول الآتي بما يناسبه من معلومات مستعينة بالخريطة في الشكل رقم 6-4. يزيد بن أبي سفيان، دمشق، أبو عبيدة، عامر بن الجرة، حمص، عمرو بن العاص، أجنادين، شرحبيل بن حسنة، الأردن. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.